السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة حنتكلم فيها عن الموعد المناسب لزراعة الجلبانة او البازلاء من البذور. ان شاء الله حنتكلم عن الموعد المناسب وما تتسرعش وتقوم بزراعتها من الان. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. وطبعا مع انتهاء فصل الصيف او المزرعات الصيفية رسميا حان الان موعد الزراعات الشتوية. فطبعا في ناس بتبدأ تسأل عن موعد زراعة المحاصيل الشتوية مثل الفول والثوم وكذلك الجلبانة او البازلاء والمحاصيل الورقية. طبعا قبل ما تزرع المحاصيل هذه لازم اهم خطوة تعملها انه انت تجهز مكان الزراعة. يعني مثل ما تلاحظوا بهذا الشكل لازم اول حاجة ما تقومش بالعزيق وبعدها تزرع مباشرة، لازم نترك الارض ترتاح ولازم طبعا نقوم باضافة نشارة الخشب وكذلك السماد العضوي ونتركه يتحلل لمدة اسبوعين وبعدها قوم بالزراعة. فطبعا بالنسبة لموعد الزراعة بالنسبة للجبانة افضل موعد هو منتصف الشهر المقبل، يعني منتصف ممكن نزرع فيه الجلبانة ويكون افضل موعد للزراعة. طبعا فينا نزرع ابتداء من الشهر هذا ولكن ممكن يعني النبات ما يعطيش انتاج كثير، فحاول انك تستنى شهر او شهر ونصف وتبدأ في زراعة الجلبانة من البذور. طبعا لو حابين نعمل حلقة عن كيفية الحصول على البذور اتمنى تكتبوها في اسفل التعليقات. فطبعا احنا هذه البذور تقريبا عندها عام او سنة، مثل ما تلاحظ امامكم ما شاء الله يعني صالحة للزراعة. لاحظنا امامكم طبعا لازم تكون الحبة سليمة بالشكل هذا، وان شاء الله احنا هنجهز المكان بنفس الطريقة. ان شاء الله هنعمل حلقة في قناتنا الثانية هنجهز فيها المكان للزراعة وان شاء الله هنزرع فيها ونتابعها خطوة خطوة مثل ما عودناكم في القناة. وطبعا حاول انك ما تتسرعش في الزراعة وتقوم بزراعتها من الان او من هذا الشهر، حاول انك تستنى شوية لغاية ما الجو يبرد حتى تكون طبعا ملائم لزراعة بذور الجلبانة او البازلاء. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عندكم اي سؤال اتمنى تكتبوه اسفل التعليقات وان شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.